أهلا بكم. خطوة شجاعة واحدة باتجاه السلام وسيتحقق، هكذا قال رئيس الحكومة من الرياض في موقف جديد يتوقع أن يدعم خطوات السلام بعد عامين من الحرب في اليمن. رئيس الحكومة دعا سلطة الانقلاب في صنعاء إلى التخلي عن أهدافها وسياساتها القائمة على أسس طائفية ومناطقية والتوجه نحو سلام فعلي يضع حدا للحرب التي تهدد وحدة اليمن وسلامته. في هذا المساء نتوقف عند تصريحات رئيس الحكومة ونناقشها في محورين: دلالات هذه التصريحات وأثرها على جهود حل الأزمة اليمنية، وما مسار تنازلات الحكومة ومآلات السلام المنتظر. تنازل جديد ربما يكون هو الأخطر حتى الآن. تصريحات بن دغري الأخيرة تضع الحكومة على مسار خطة ولد الشيخ وإن بشكل ضمني. تهوت اعتراضات السلطة الشرعية على خطة ولد الشيخ ولم يبق منها سوى رئاسة هادي، وهذه الأخيرة لن تقف عقبة أمام أي اتفاق. تصريحات بن دغري الأخيرة طالبت بالانسحاب من صنعاء وتعز والحديدة ومناطق أخرى لم تسمها، وهي نفس الخطوات التي اعترضت عليها في خطة ولد الشيخ باعتبارها خطوة غير مكتملة ولا تنهي الانقلاب بحسب قولها، كما اشترطت تسليم السلاح إلى طرف ثالث موثوق به، لكن هذا الطرف الثالث يبدو بنفس الغموض الوارد في خطة ولد الشيخ. كل هذا يشير فعلا إلى أن السلام لم يعد يحتاج سوى موافقة الانقلابيين، فهل يلتقط الانقلابيون هذا التنازل الجديد أم أنهم لا يزالون ينتظرون التنازل القادم؟ هذا ما سنناقشه مع ضيوفنا، لكن بعد هذا التقرير. وافقنا على خطة السلام التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ. السلام ممكن حتى بعد كل هذه الدماء، ولم يتبقى بيننا وبينه سوى خطوة شجاعة واحدة. هكذا تحدث رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر من الرياض، داعيا سلطة الانقلاب في صنعاء للجنوح إلى السلام الذي يصعب تحقيقه قبل الانسحاب من العاصمة صنعاء وتعز والحديدة والمدن والمناطق الأخرى، وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط لطرف ثالث يمكن الوثوق به حسب قوله. خطاب غامض ظاهر الدعوة إلى السلام وفقا للمرجعيات المتفق عليها، وباطنه الموافقة على خطة ولد الشيخ الذي سبق لسلطة الشرعية رفضها أو مناقشتها لأنها بحسب رؤية الحكومة منحازة للميليشيا. ما جاء في تصريحات رئيس الحكومة لا يختلف كثيرا عما ورد في خطة المبعوث الأممي، إذ أن الانسحاب من المدن بهذه الكيفية هو نفسه الوارد في الخطة تحت بند الانسحاب من المنطقة ألف. أما الطرف الثالث الذي يمكن الوثوق به فهو بالتأكيد لن يكون الجيش الوطني الذي بقيت الحكومة مصرة على أنه من يجب أن يستلم السلاح وصفه ممثلا للشرعية والدولة اليمنية بعد انخراط تشكيلات الجيش القديم ضمن الوحدات المقاتلة مع الميليشيا. في هذه اللحظة التي يبدو أن سلطة الشرعية تتعرض فيها لضغوط كبيرة للموافقة على خطة المبعوث الأممي المدعومة دوليا، تقاصرت الاعتراضات المطروحة من قبل السلطة حتى صارت منحصرة على جزئية الرئاسة بوصفها آخر ما تبقى لديها من شرعية، وتبدو الحكومة مستعدة في هذه اللحظة للتنازل عما عداها مما كانت ترفضه، بانتظار اللحظة التالية التي يبدو أنها لا تزال تحمل الكثير من المفاجآت والتنازلات من قبل الشرعية. في الأثناء وصل وزير الخارجية الأمريكي للعاصمة العمانية مسقط لإجراء مباحثات مع المسؤولين العمانيين بشأن الأزمة اليمنية، في الوقت الذي يتواجد هناك وفد من ميليشيا الحوثي، وهو ما يعني أن الترتيبات السياسية لحل الأزمة اليمنية قد وصلت ذروتها، وأن اللحظة القادمة قد تشهد تطورات متسارعة باتجاه فرض خطة المبعوث الأممي بعد هذا الموقف الحكومي الجديد وغير المتوقع. ينضم إلينا الآن من الرياض مسؤول الرصد والتنسيق الإعلامي في فريق المشاورات الحكومي الأستاذ محمد العمراني. مساء الخير سيد محمد. مساء النور، أهلا وسهلا بك. أهلا بك. تصريحات جديدة من رئيس الحكومة فيها تلميح إلى سلام مع الانقلابيين في صنعاء، لكن وفق ذات البنود التي ترفضها الحكومة في خطة ولد الشيخ، كيف يمكن فهم الأمر أستاذ محمد؟ مبدئيا دعني أقول لك كلاما مهما، وهو أنه حتى الآن لم تقر الرئاسة والحكومة بشكل والفريق الحكومي رؤية بديلة لخارطة ولد الشيخ بشكل واضح. فالموقف الثابت فقط بالنسبة للحكومة الآن والرئاسة والفريق الحكومي والذي يحظى بإجماع كامل هو رفض هذه الخارطة المقدمة باعتبارها خارطة تتناقض كليا مع قرارات مجلس الأمن ومع المبادرة الخليجية. إذن ما الذي يتحدث عنه رئيس الحكومة؟ هذا أمر يجب أن نوضح في البداية. أعتقد أن الحكومة خلال الأيام القادمة
ستقدم للأمم المتحدة توضيحات توضح مخالفة هذه الخارطة، الخارطة الأخيرة للمرجعيات التي قدمها ولد الشيخ، مخالفتها للمرجعيات، وستوضح بشكل أفضل المواطن التي خالفت فيها الخطة المرجعيات الثلاث. هذا يعني هو الموقف الثابت بالنسبة للحكومة وبالنسبة للرئاسة اليمنية وبالنسبة للوفد الحكومي، وهو أن هذه المبادرة مرفوضة لأنها مخالفة للمرجعيات، وهناك توضيحات ستقدم بهذا الصدد. وأعتقد أن تصريحات الأخ رئيس الوزراء هي من باب إبراء الذمة تجاه الانقلابيين أكثر منها مبادرة جديدة. إعلان عام، هو إعلان عام بأنه الحرب ليست خيار الحكومة، وإنما هو خيار اضطراري، ولكن هو أوضح أنه الفترة الانتقالية قبل تكون تحت قيادة الرئيس المنتخب كما هو في نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، أنه أيضا السلام يجب أن يكون متوافقا مع المرجعيات، أنه لابد من الانسحاب الكامل من المناطق الثلاث المحددة أول شيء في المنطقة الأولى في المنطقة ألف. كل هذه الأشياء تؤكد أنه الحكومة اليمنية والموقف الرسمي للدولة هو مع السلام، لكن على أن ينبني هذا السلام على أساس المرجعيات الثلاث بشكل واضح. فالموضوع بالنسبة للحكومة اليمنية وبالنسبة للدولة، أعتقد أنه الأمة اليمنية كانت بعد خروجها من مؤتمر الحوار الوطني بناء على مسار الذي اترغته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، أن هناك مسار سياسي حددته هذه المبادرة، ابتدأ يعني على مرحلتين، كان المرحلة الأولى تنتهي بتنصيب رئيس منتخب، والمرحلة الثانية تنتهي بتنصيب رئيس منتخب جديد، على أن يقوم الرئيس المنتخب هذا الرئيس المنتخب بالإشراف على العملية الانتقالية ووصولا إلى انتخاب رئيس جديد ودستور جديد. جاء الانقلاب وألغى هذه العملية السياسية بشكل كامل، عرقلة هذه المبادرة. نعم أستاذ محمد، أنا ما نقول أن هذه المبادرة هي جاءت بمنطلق، جاءت تعتمد منطلقات غير منطلقات، غير المنطلقات الأساسية التي انطلقت منها القرارات الدولية والمرجعيات الثلاث. هي اعتمدت المساواة بين طرفين وتحدثت عن طرفين فقط، ولم تتحدث عن طرف شرعي وطرف غير شرعي أو طرف انقلابي. هذه هي إشكالية هذه المبادرة. أعتقد أن هناك توضيحات كثيرة سوف ترسل للأمم المتحدة بهذا الصدد. طيب، لكن من التصريحات أنها دعت إلى الانسحاب من صنعاء ومدن أخرى، كذلك تسليم السلاح لطرف ثالث، هذه أمور يعني واردة في خطة ولد الشيخ. إذا لم تكن هذه موافقة، فيعني ما الذي يمكن أن نسميها؟ أنا قلت لك بشكل واضح أنه ليس هناك إجماع حقيقي حول هذا البند من قبل الحكومة بشكل كامل. هي تصريحات مثل ما قلت بالنسبة، يعني أعتقد أنها إلى المبادرة أكثر منها هي موافقة من قبل الحكومة اليمنية، هي قد تكون وجهة نظر الأكثر. طيب، هل يمكن فهم جميع التظاهرات التي شهدتها المحافظات المحررة دعما لرفض هذه الخريطة بشكل كامل، وهذه الخريطة جاءت متكاملة ولم تأتي فقط، لم يأتي رفضها لبنود معينة كما يفهم من مظاهرات الشارع، هذا الأمر هل هو في حسبان الحكومة والوفد التفاوضي عند وضع الاعتبارات وعند رفع الاقتراحات للمبعوث الأممي، أم أنها تعمل وفق ما تراه هي مناسبا؟ نعم، أعتقد إنه الحكومة والوفد الحكومي بشكل عام، وأنا أتحدث يعني عن علم بما يفعله الوفد الحكومي، يضع في اعتباراته بشكل أساسي موافقة الجمهور أو مستوى الرضا العام لدى الشعب. لا يمكن للحكومة أن تتصرف بعيدا عن نبض الشارع وعن علاقة الشارع بهذه الحكومة. أعتقد إنه الشارع قال رأيه بوضوح في هذه المبادرة، وأن الحكومة ليست إلا ممثل لهذا الشعب وللنبض العام وللروح العامة التي تسري في الشعب اليمني. وأعتقد أنها كلها عبرت بشكل قاطع وصريح عن رفضها لهذه المبادرة التي تتجاوز الشرعية المنتخبة وتتجاوز الانقلاب وتؤسس الانقلاب بشكل وتشرع لهذا الانقلاب بشكل حقيقي. هذه كلها أعتقد أمور مرفوضة ويرفضها الجميع بدون استثناء. طيب، أرجو أن تتفضل بالبقاء معي سيد محمد عمراني. ينضم لنا الآن من عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع. مساء الخير سيد عبد الناصر. مساء الخير. لعلك تابعت تصريحات رئيس الحكومة، في أي سياق تضعها؟ تحياتي لك وللأخ محمد العمراني. سياق المحاولة لامتصاص الضغط الشديد الذي تواجهه الحكومة للقبول بالخارطة
وهي يبدو أنها أيضا لن تغير من المشهد كثيرا، كون رئيس الوزراء شدد في كلامه على إبقاء الرئيس هادي، والرئيس هادي هو جوهر المبادرة، إزاحة الرئيس هادي هو جوهر المبادرة، وبالتالي لا أعتقد بأن هذا الرأي والتصريح من رئيس الوزراء سيغير من الضغوطات. اليوم كما طلع الكثيرون على مقالة السفير البريطاني، هو أشار بوضوح إلى ضرورة انتهاء عهد هادي، وكأنه أيضا لمح إلى مسألة العقوبات، وبالتالي قد يخضع الرئيس هادي العقوبات بصفته معرقلا للعملية السياسية، وهذا أمر تطور خطير في الموضوع. كيف يمكن ذلك أستاذ عبد الناصر؟ وفق قرار مجلس الأمن الذي أقر العقوبات ووضع اليمن تحت البند السابع، وضع كل من تنطبق عليه صفة المعرقل بأنه يخضع للعقوبات الاقتصادية، العقوبات الواردة في القرار، وهي التجميد الأرصدة والمنع من السفر. طبعا نقول هذا من وقت، يبدو الوقت مبكر، ولكن يبدو هناك إشارة تلميح إلى أن العقوبات ربما تنفذ، لأن اليمن ما دام أصبح تحت البند السابع، فمن الناحية النظرية على الأقل نقول أن من حق لجنة العقوبات في حال أوصى المبعوث الأممي ووضع الرئيس هادي أو أيا من فريقه ضمن المعرقلين لعملية التسوية، من حق الفريق القانوني أن يرفع إلى اللجنة المشكلة من جميع أعضاء مجلس الأمن كي يدرج اسم الشخص الذي موصوم بأنه معرقل للتسوية السياسية، ومن ثم سيخضع لهذه العقوبات. أقول أنه من المبكر القول بهذا، ولكن هناك تلميح قرأته أنا في مقالة السفير البريطاني لكل من سيعرقل، يعني هو أشار بأنها لكل من سيعرقل العملية أنه سيخضع للعقوبات، وبالتالي هذا التلميح هو لطرف الحكومة خاصة، وهي التي تبدو الطرف الأكثر رفضا، الطرف الآخر أبدأ قبول مبدئي بالخطة، ثم وضع ملاحظات، نسف الخطة من خلال الملاحظات، ولكنه لم يبدي معارضة صارمة كما حدا بالرئيس هادي وفريقه حتى الآن. لهذا نقول أن تصريحات رئيس الوزراء هي تأتي للتخفيف من الضغط، ولكن لا أعتقد بأنها ستغير من المعادلة شيئا إذا استمرت الأطراف الدولية تضغط باتجاه تنفيذ هذه الخارطة. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ عبد الناصر. أعود إلى السيد محمد العمراني معنا. أستاذ محمد، هناك طرف ثالث أشار إليه رئيس الحكومة، هل من حديث بشأنه؟ هل من أطراف مطروحة الآن لتكون طرفا ثالثا؟ أستاذ محمد، إذا يبدو أن الاتصال انقطع مع مسؤول الرصد والتنسيق الإعلامي في فريق المشاورات الحكومي الأستاذ محمد عمراني. أعود إلى أستاذ عبد الناصر المودع، أسألك نفس السؤال أستاذ عبد الناصر. هذا الطرف الذي أشار له رئيس الوزراء، هل من حديث يعني حوله؟ من هو؟ هل وصلت المكونات السياسية اليمنية بحسب متابعتك إلى تحديد هذا الطرف؟ وهل ستقبل الحكومة الشرعية به؟ أم أنه طرف خارجي؟ يعني حتى الآن مش واضح من يقصد بالطرف الثالث. هناك إشارة لطرف ثالث فيما يتعلق بتسلم الأسلحة الثقيلة، الصواريخ وغيرها، وفي هذا الصدد يشار إلى طرف ثالث غير يمني، بمعنى أنها ستكون ربما دول تقبل بها أطراف الصراع لتستلم هذا السلاح، ولكن طرف ثالث يتولى عملية تسليم الأسلحة الثقيلة كلها. هذا نحتاج إلى جيش ونحتاج إلى قوة ضخمة، وهذا غير وارد في الوقت الحالي. طيب من هم المرشحون من الدول؟
المرشحون طرحت أسماء دول مثل سلطنة عمان، مثل الكويت، مثل الجزائر، مثل أكثر من دولة، ولكن نحن عندما نتحدث هذا نتحدث فيما يتعلق بالأسلحة الثقيلة وهي الصواريخ بعيدة المدى، وهذه مسألة سهلة، لكن عندما يتم الحديث عن تسلم أسلحة، جميع الأسلحة التي هي لدى الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي لدى الميليشيا الحوثي، فسنتحدث عن جيش كبير. في هذه الحالة لا أعتقد بأن هناك في الوقت الحالي على الأقل من سيذهب بجنوده إلى اليمن. جميع الدول تبدو رافضة أن ترسل قوات، ربما ترسل بعض الدول خبراء أو استشاريين أو فنيين فقط لمساعدة أو للإشراف عن بعد لتطبيق مثل هذه الاتفاقيات، ولكن لا أعتقد بأن هناك قوة ستذهب إلى اليمن ستتولى عملية استلام أسلحة بهذه الضخامة. الأمر الثاني ربما يشار إلى طرف داخلي، ولكن حتى الآن من غير المتوقع أن نتخيل في ظل الصراع الحاد والتخندق الحاد الحاصل في اليمن أن يكون هناك طرف داخلي نسميه طرف ثالث محايد بمعنى أو مقبول من قبل طرفي الصراع. حتى الآن لا يوجد ما يرشح مثل هذا الطرف الثالث، رغم أنه من الممكن من الناحية النظرية من الممكن أن يتفق الطرفان على قوات، على أسماء قادة عسكريين، على أسماء حتى معسكرات لم تشارك في الحرب. هذا من ناحية النظرية، ولكن نحن نتكلم عن في صراع دموي، صراع عنيف، صراع وجودي. ليس من السهل في 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 مناخ مثل هذا الاتفاق على تسليم أسلحة والركون إلى أطراف ثالثة ثم تنتزع الأسلحة من الأطراف المتصارعة. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ عبد الناصر. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام من الرياض رئيس منتدى الجزيرة العربية للدراسات الأستاذ نجيب غلام. مساء الخير أستاذ نجيب. مساء النور والعافية ومساء النور لأخينا عبد الناصر المودع. أهلا بك وبه أستاذ نجيب. الحكومة بقيت طوال الفترة الماضية ترفض خطة ولد الشيخ، كذلك شاهدنا مظاهرات مؤيدة لها في كثير من المحافظات المحررة. الآن عادت من خلال تصريحات بندغر تتبنى الكثير من مقترحات الخطة. برأيك ما الذي دفعها لهذا التحول؟ أو كما لا يوجد يعني كما يصفه الأستاذ عبد الناصر أنه محاولة لامتصاص الضغط. عفوا. لا 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 يوجد يعني بالتصريحات دولة رئيس الوزراء يعني متغير جديد فيما يخص مسألة الرفض. يعني رفض المقترح أو الورقة التي قدمها ولد الشيخ لا يعني مسألة رفض السلام. اليوم الحكومة الشرعية بكل أطرافها هم الشركاء الأساسيين مع الأمم المتحدة ومع المنظومة الدولية ومع دول التحالف فيما يخص صناعة السلام في اليمن. هناك يعني فيما يخص الجانب العسكري والأمني يعني لا يوجد جدل كثير يعني أو اختلافات يعني جذرية فيما يخص هذه المسألة، مسألة الانسحاب من المدن من الحديدة. لكن في هذه النقطة تحديدا خليني أكمل أكمل لك الفكرة. واعتراضات الحكومة أيضا فيما يخص مسألة بقية المدن كعمران وصعدة وأيضا ذمام يعني والمحيط القبلي المحيط بصنعاء، الحكومة معترضة على هذه المسألة من ضمن الاعتراضات الواضحة بالنسبة لها. وكانت تصريحات دولة رئيس الوزراء واضحة فيما يخص شرعية هذه باعتبارها ثابت أساسي لا يمكن يعني الخروج عنها أو قبول أي نقاش، لأنه مؤسسة الرئاسة هي العمود الفقري اليوم للشرعية، وكانت تصريحاتها واضحة في هذا الجانب. طيب موضوع الانسحابات، هذا الأمر كان فيه الكثير من الحديث على الرغم من أنه في تصريحات دولة رئيس الوزراء لم يتم التحدث إلى محافظات أخرى باستثناء صنعاء والحديدة وتعز، لكن الحديث إعلاميا كان قبل ذلك عن رفض هذه الخطة بما أيضا بما يخص هذه النقطة أستاذ نجيب. يعني النقطة ألف غير موجودة كانت في الجانب الأمني والعسكري.
أنا أعتقد أنه لا يوجد اختلاف كثير عليها، يعني ليست محل إشكالية، لكن أيضا مسألة الطرف الثالث، يعني هناك نقاش حول هذا الموضوع، من هو الطرف الثالث، وهناك أطروحات اليوم يتم مناقشتها في عمان فيما يخص هذه المسألة. الحوثية رافضة، الجانب الأمني والعسكري رفض تام ومطلق. ربما يعني مسألة قبولهم أن تبدأ مسألة يعني تطبيق هذا الحل من خلال يعني إلغاء الشرعية وقبول مسألة إنهاء يعني شرعية هادي، وهذه مرفوضة بالنسبة للجانب الشرعي، وبالتالي هناك إشكالية على هذه الورقة، وهناك يعني مراجعة لها، لابد أن يتم مراجعتها بشكل كامل. هذا الرفض لا يعني رفض السلام، ولا يعني مسألة الرغبة لدى الحكومة الشرعية فيما يخص مسألة إنهاء الحرب، لكن إنهاء الحرب بما يؤدي إلى تأسيس دولة وتثبيت أركان الشرعية، شرعية الدولة، شرعية الدستور، شرعية حتى رموز الشرعية. وبالتالي أنا أعتقد أنه هناك جدل كبير حول هذه الورقة، والمسألة طبيعية، يعني كل الأطراف اليمنية بلا استثناء، يعني الحكومة الشرعية لديها اعتراضات كاملة على هذه الورقة لأنها خارج إطار المرجعيات. الطرف الإنقلابي هناك من يقبلها، لكن أيضا بشروط، لو قبلنا هذه الشروط نفينا كل المرجعيات سوى الحوثيين سوى صالح، وبالتالي هذه الورقة تحولت إلى محل الجدل. وأنا أعتقد أنه الأمم المتحدة يعني في تعاملها ومحاولة إمساكها للعصا من الوسط بما يحقق مطالب كل طرف بطريقة يؤدي إلى نزع الشرعية وإسقاط الإنقلاب بطريقة مموهة، أنا أعتقد أني لعبة غير صحيحة ولا يمكن تؤدي إلى سلام. لذلك الشرعية كانت رؤيتها واضحة أن هذه الورقة مفخخة ولن تؤدي إلى سلام دائم، وقال رئيس الجمهورية بشكل واضح وكأنها مكافأة للإنقلاب. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ نجيب. أعود إلى سيد عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر، يعني تحدثت أنت على الطرف الثالث، هذا الأمر يتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى سلطنة عمان، والحديث عن سلطنة عمان كأحد الأطراف الممكن أن يتم تسليم سلاح إليها كطرف ثالث. هل من خيارات الحكومة هذه الدولة؟ ما هو المفضل لدى الحكومة اليمنية برأيك لأن يتسلم السلاح، خاصة مع تصريحات سابقة للناطق باسم الحكومة بأن الحكومة الشرعية هي من يجب أن يتسلم السلاح في نهاية المطاف؟ أولا تحية للدكتور نجيب. ما يتعلق بالطرف الثالث كما ذكرت لك الآن الوضع ملتبس. الطرف الثالث فيما يتعلق بتسلم الأسلحة الاستراتيجية وهي أسلحة الصواريخ، ربما لن يكون هناك خلاف كبير إن وافقت الطرف الحوثي صالح على تسليم هذه الأسلحة. طبعا هذا هو الشرط الأول، لأنها هي الآن في تحت أيديهم، وبالتالي في حال وافقوا لن يكون هناك خلاف على سلطنة عمان أو الكويت أو غيرها لتسليم هذه الأسلحة، هذا من ناحية. لكن تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي هي الآن بيد الحوثي صالح، لمن سيتم تسليمها؟ خاصة وأن الجيش الحرس الجمهوري وقوات الأمن التي اخترقت من الحوثيين وأصبحت جزء من عملية الصراع لا يمكن أن تكون هي طرف ثالث. أما الجيش الذي يسمى الجيش الوطني أيضا هو طرف في الصراع، وبالتالي هو ليس طرف ثالث. يعني هنا في إشكالية كبيرة، أن نوجد قوة يتفق عليها الطرفان أو يتعامل معها وكأنها قوة محايدة أو مقبولة لأن تستلم السلاح. هذا الأمر لا زال غامض جدا، وهو يشبه الخطة ولد الشيخ، هي خطة طموحة جدا غير واقعية في الوقت الحالي، لأن الجوهر المشكلة أن الميليشيا الحوثية لا يمكن تخيل أنها ستتراجع خطوة للوراء. كل ما حدث حتى الآن من مفاوضات تمت من جانبهم تدخل في باب التكتيك، ولا أعتقد بأن هناك أي جدية من
من قبلهم نحو السلام، وبالتالي تكتيكهم حتى الآن ناجح، استطاعوا أن يوصلوا رسالة للعالم بأنهم مستعدون للسلام، وأن الطرف الآخر الذي هو الرئيس هادي وفريقه هو غير مستعد للسلام، وأنه حريص على على مناصبهم أكثر من حرصهم على السلام. نعم. هذا ما استطاعوا أن يوصلوه خلال هذه المرحلة من رفض الحكومة التعامل مع خطة للشيخ، لكن جوهر العملية عندما سننتقل إلى الخطوة التالية، الخطوة الجادة نحو تسليم أسلحتهم، لا أعتقد بأنهم مستعدون وفقا لطبيعتهم، وفقا لآلية سيطرتهم على السلطة، لا أعتقد بأنهم مستعدون أن يسلموا أسلحتهم لأي كان. ربما يعملون حالة من التمويه في حال كانت الضغوط عليهم شديدة، تمويه يسلموها لطرف، يسلموا جزء من هذه الأسلحة لطرف قريب منهم، هذا أفضل ما يمكن توقعه منهم، ولكن بشكل عام أعتقد أن المسألة لا زالت بعيدة جدا عن أن يكون هناك شكل من أشكال تسليم السلاح من قبل هذه الميليشيا أو تراجعها عن احتكار والسيطرة المطلقة على السلطة في صنعاء والمناطق التي هي تحت سيطرتهم. إذن أشكرك المحلل السياسي عبد الناصر المدعي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، وأعود إلى السيد نجيب غلاب. سيد نجيب، قبل قليل كان معنا محمد العمراني مسؤول التنسيق والإعلام في الوفد التشاوري الحكومي، تحدث على أن الرئاسة ليس لديها موقف جديد ولم تتفق حول موقف جديد مع الحكومة الشرعية والوفد التشاوري حول خارطة ولد الشيخ، لكنها ما زالت متمسكة برفض الخارطة إلى الآن. في ظل هذا التمسك من قبل السلطة الشرعية بموقفها الرافض لهذه الخطة، برأيك هل يبدو موقف بن دغر منفردا يشير إلى نوع من المساعي من خارج أو من جانبه خارج إطار الإجماع داخل المؤسسة الشرعية؟ لا 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 أعتقد أبدا. يعني جودة رئيس الوزراء يعني يبدو في تصريحاته أنه أكثر مرونة فيما يخص فكرة السلام وليس الورقة، مسألة قبول الورقة هذا محسومة، وبل أن الدكتور بن داغر يعني حسب محللين كثير يعتبروه من صقور الشرعية، وأطروحاته كانت واضحة وبينة، لأنه هناك اتجاهات لمحاولة محاصرة الشرعية باعتبارها رافضة لمسألة السلام، لكن وتصريحاتها كانت واضحة أن السلام هو المحدد الأساسي والخيار الأول والأسلم للشرعية، لكن وفق المحددات والمرجعيات الواضحة، وأهم هذه المرجعيات هي ما يخص مسألة وجود يعني مؤسسة الرئاسة وتثبيتها كعمود فقري في أي انتقال قادم، لأنه مسألة تخليق شرعية جديدة فيها مخاطرة كبيرة. صحيح أنه مسألة الجانب العسكري والأمني يعني تم تناولها يعني من خلال التصريحات بطريقة مرنة، وهذا الجانب من وجهة نظري وكما ذكر المودع هو مرفوض رفض تام وكامل من قبل الحركة الحوثية، لكن الأمم المتحدة تحاول أن يعني أن تبذل جهود في هذا الجانب بالذات فيما يخص مسألة تسليم السلاح ومسألة انسحاب الميليشيات، يعني مسألة يعني هناك يعني آليات في مسألة إدارة الصراع مع الانقلاب، يعني ابتداء يعني لو ثبتنا يعني مسألة المرجعيات، مسألة انسحاب اللجان والمشرفي الحوثيين ولجانها من السيطرة على المؤسسات في صنعاء وفي بقية المحافظات، هذا تعتبر مقدمة أولى لعملية تحرير الدولة، وبالتالي في هذا الجانب العسكري والأمني بالإمكان التعامل معه يعني بمرونة، لكن أيضا لدينا إشكاليات كثيرة فيما يخص تفكيك الميليشيات لاحقا. هناك اليوم أطروحات تطرح داخل عمان بشكل أو بآخر أنه يعني في المرحلة الأولى هو تسليم المدن تعز والحديدة ثم صنعاء وانسحاب الميليشيات منها، ثم يأتي بعد ذلك عمران وحجة وصعدة كمرحلة ثانية، فالأمور علي يعني الشرعية ليست صلبة أو يعني تتعامل مع هذه الورقة، صح أنها رفضتها
لكن مسألة السلام بالنسبة لها هي محدد جوهري. مفهوم. إذن أشكرك جزيل الشكر سيد نجيب غلاب رئيس منتدى الجزيرة العربية للدراسات، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، كما هو الشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين على المتابعة. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان، وتحيات الزميل كمال حيدر منتج البرنامج، وتحيات الطاقم الفني. إلى اللقاء.